الطويل اللي مشيت فيه لغايه ما شرفت ورجعت تاني لبيتك في النادي الاهلي؟ يمكن انا مشواري، انا كنت دايما يعني كنت بلعب قدام بيتي دايما صغير، يعني على طول في الشارع طبعا انت عارف. بس يمكن انا كنت بحب اقف جون في الاول خالص، والله وانا صغير خالص. فحتى لما كنت بلعب كنت بلعب من ورا والدي، لان انا كنت بلعب حافي. فوالدي كان على طول يعني لما شافني او عرف حد الناس بتقول له يعني ده محمود بيلعب حافي وكده، فبيجي خاني معايا بقى، وكنت صغير يعني كده. سن كام كهربا يعني بدات؟ انا كنت بدات انا عندي 7 سنين 6 سنين كده، لان احنا كنا عندنا في المناطق الشعبيه دايما بيبقى صغيرين مع بعض، فبنلعب بقى ماتشات في الحاره زينا كلنا. بالظبط، ماتشات وضربات جزاء بقى وكده يعني. بس ما كانش معترض على فكره لعبك للكوره اصلا؟ لا لا، ما كانش معترض، هو كان معترض ان انا اتعور. ايوه كنت صغير، هو ما يعرفش ان برضه ان انا هطلع لعيب، فما كانش يعني عارف حاجه زي كده، فكان بيخاف عليا. فكان ليا اخويا بقى، كان يعني يمكن اخويا ده برضه اللي علمني الكوره، هو كان هو ده اللي شايل طريقه راح النادي الاهلي. فلما هو راح النادي الاهلي انا بدات بقى يعني اتمرن. والدي كان ممرني دايما وكان بيساعدني، فرحت النادي الاهلي في سن 10 سنين ما شاء الله، وكملت يعني بقى مع كان كابتن بدر رجب هو اللي اكتشفني هناك.